محمد العربي المزني. تضعك تقول تكركر في قلصة دي سا. مش متكم يا خياري مش متكم خاطر دعذرت تشمتوا ما انا معروفين احنا التوانسة كان نعملوا موسيقى بتاع شماتة ناخذوا المرتبة الأولى في الشمات عايزين مش قلكم حاجة مثلا كي يقول لكم منه في المنشط به وكي يقول لكم خسرتوا فرطاس شفتوا الشماتة بتاعكم يا ودي تعرف نحن توس يمشي مثلا العرس هك يلقى مثلا الرجل خذيه مرأة مزيانة تفطق يخرج عملك من لكم بالخذيه بابا من لكم عليه كيك عليه وكيفاش كيفاش رضات بيه كيف ما عندهم وين يوصلوا ما عندهم وين يوصل وكي يلقى واحده مثلا امراه لا ولا يخرج راه خذيه واحده عفشه 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 ما نحكي لكش تعرف شنو وبلي وبعد ما يشلك بلي خليهم ربي يهنيهم انا ربي يهنيهم يجي مثلا ريتوك درشكوش بيه ربح 500 مليون في البروموسبور يا كبير يا دي كيفاش يربح 500 مليون رسول الله يتلفت له الزعب ويقول له ليه انت مربح مش بشويه وربحوا معاه 200 طلعت بايت والفين ليه والضحك وين؟ ليه والضحك وين؟ اللي كونه وكل الفين مروح بهم وتكلموا صاحبته مش قالت له؟ قالت له صب لي دينار لايت يدق وربي يجي يقيد في النوم يبعث نومه غالط تكلموا صاحبته دي وينك الدينار؟ قال لحظه خي كلم السيد يكلم السيد قال له راني بعثك دينار خويا بالغال يفوح فيه سيف تفوحه تعرف شنو شلكوا؟ قالت له صاحبته بيا وينك الدينار؟ قال بيت انا بعثك 500 قالت له زيد فقري فقري راهو مش متنا يا اخوي مش متنا هذه الاكسيدونات نحن كيفاش نحكيو على الاكسيدونات والله عمل سيف تاكسيدون يقتل بالضحك راهو خارج بكر موتور موتور بتاعه جديد دب دب وجي سيف كاميون يصرفقو تعرف طلع للسماء وكان الناس الكل تعيط اه يا معلم اهبط اهبط الراجل باش يموت هما اي يا خويا اي ويتركز سيف دراكس راه الصف الاولاني مشيت قالوا لاباس قالوا اي لاباس واحد اخر شوف الشميتي هذا بعدك الراجل مدمدم وبعد يصور فيه بفيسبوك باش نطلع على الفيسبوك هذا يجيب لي 500 بارتاج يا ودي سايب باش يموت بعد يا ودي نعم باسم هذا على الفيسبوك نحن توانسه من الاخر نتشمتوا حتى في رواح اكثر شيء من الشميتي هذه مشينا انتخبنا المرزوق انا تشمتنا في رواح اما بيناتنا معناتها الشماته الصحيحه هي بالحق الشماته اللي كونوا مثلا البطاله هما اللي عملوا الثوره وقعدوا بطاله واللي يخدموا زادوا في الشعريه ما هي الشماته هذه والشماته الاخرى اللي كجماعه جرح الثوره مساكن الكرتوش مازال مخزز في بدنه ومعيطينه الاحتفال بالثوره وزعمه زعمه في الصف الامامي وعاتينه واحده باش يطلع بها في الكار ليش وباش يطلع في الكار وين باش يمشي وحتى كان محط الكار قريبه ليه والاخر اللي محط الكار بعيد عليه اللي يستهلكوا نقل الريفي اكثر من حق الكار وكالبوليس هذاك اللي يخلص 400 و500 الف ويعدي في ليله كامله في السرد ولا في السيف القويل وبعد كي نضربوه يا ضربوه اه كي يحميك ما يسالش وكي يضربك تسب وتتشمت فيه يزيه بالله وكما قال شكسبير اتشمت كي جارك ولا حول باب دارك محمد العربي المزني